قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأب جورج شرايحة، حلقة متميزة بعنوان أخلاقيات الحياة العصرية. وقد أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع الأب اللبناني الدكتور شوقي كرم المتخصص في مادة اللاهوت، ومع الأب بشير بدر مدير المركز الرعوي لشؤون العائلة والزواج في بطريركية اللاتين بالأردن. وقد أكد الحوار في هذا الموضوع أن تحسن الأخلاق غير مرهون بتقدم الزمن بقدر ما أنه مرتبط بنضج الإنسان ووعيه والتزامه بدينه. فإلى هنا نشوف على ساحات الإعلام يعني مشاهد جدا مؤذية للإنسان الملتزم المؤمن، يعني ما إحنا الكنيسة لا تثير تجاههم الكراهية لكن كراهية الخطيئة، وقداس البابا يعني وصفهم بالخطاة وليس بالمجرمين، وأعدها الناس إنه أنت يا قداس البابا لا تجرمهم لكنهم تدعوا أنهم هن خطاة. نعم. وقداسة البابا اتهم بأنه لا، ما هذا تفسير خاطئ لكلام قداسة البابا. نعم. لأنه قداسة البابا هو ليس رجل القانون وليس صاحب الولاية والسلطان المدني تيحكي عن موضوع الجميمة. البابا هو حبر أعظم، هو ذو رتبة دينية، فعندما يتحدث عن الموضوع الديني، يعني محاربة المثلية إذا جاز التعبير، أو الاهتمام بعلاج هذه الظاهرة، وليس قبولها كما نشاهد يوميا تطلع لنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي بكافة الفضائيات وكافة على الاحتفالات اللي قاعدة بتصير على الدول اللي بتمنحهم حرية للتعبير، وأصبح لهم علم خاص فيهم، أصبح في لهم احتفالات الخاصة، وإنه يا مجتمع بدك تتقبل، ما تكونوا متخلفين، ما تكونوا رجعين. الموضوع مش هيك، الموضوع هو مش ليس ديني فقط، الموضوع هو منذ بدء الخليقة، منذ المجتمع الإنسان. نعم. التكوين الأول، يعني من الكتاب المقدس، منذ البدء خلق الله الإنسان، خلقه ذكرا وأنثى، وفي ظواهر كثير عم تطلع، يعني عم يشوف الكلاب البشرية اللي بيمسخ حاله وبصبح كلب وبلبس لبس كلب وبيطلب من حدا يربيه ويحط له الحبل ويمشوا فيه بالشوارع، والفيديوهات انتشرت من سنوات، واليوم بيحكم بارح على الانترنت انه فوق 4000 منتمي لهذه. نعم. الجماعة. نعم. يعني كل 10-20 سنة بنشوف في أشياء شاذة، هي ما نقدر نسميها إلا هي، نعم، إلا إنها أشياء شاذة عن القاعدة. ولما بندخل بموضوع الإيمان واضح وجلي، يعني بنشوف رسائل القديس بولس اللي بتحذر إنه في جماعات يكون بيناتهم هاي الأشياء، ونشوفنا كمان بسفر التكوين، يعني الموضوع منذ الأزل، يعني الموضوع مش موضوع الساعة زي ما بفكر. نعم. إحنا هو الموضوع قديم جدا بكل المجتمعات، كان في هذا الشيء، والأديان حربته والمجتمع والسلطة جرمته، بس اليوم في ظل خلينا نقول ذوبان الثقافات الأصيلة، وفي ظل الانحلال اللي قاعد بصير، والفتور الإيماني كمان، يعني كمان هذا ساعد بالضبط، يعني الجيل الجديد اللي فتر إيمانه وبطل ملتزم أو إنه انتمائه لكنيسة أو لأي ديانة معينة، يعني صار. نعم. الشباب إذا أظهر تدين إنه متخلف، وإذا شاب مثلا بقول لك بروح على الكنيسة، يو أنت بعدك بتروح على الكنائس. نعم. وإذا مثلا حكى أي كلمة بتدل على إيمانه أو على ديانته يصير منفر، يعني هذه كلياتها. نعم. أعمال بالزبط. أنا بعتبرها أن الشيطان يدخل فينا بهذه الأساليب ويشرعن الخطيئة. نعم. كلمة شرعنة الخطيئة طبعا هي كلمة قالها سيادة المطران، وهي موجودة بالمصطلحات. نعم. كيف؟ نعم. مو موجودة، أنه كيف نشرعن الخطيئة. الحرية هي أساس الأخلاق، لأنه الفعل الأخلاقي بصدر ويستمد من إرادتنا، لا يستمد إلا من إرادتنا وكياننا الداخلي. صح. طبعا هو فعل فردي، فشو يعني معنى الحرية؟ هي القدرة على التصرف بما لا يضر الآخرين دون أي جبر أو ضغط خارجي على اتخاذ القرار أو تحديد خيار من عدة إمكانيات موجودة. نعم. فمفهوم الحرية بعيننا بشكل عام شرط الحكم الذاتي في معالجة موضوع ما. أما موضوع أخلاقيات الحرية المعاصرة، حدد مفهوم الحرية اللي بنفهمه في عصرنا الحالي هو عصر التنوير، إنه هي التخلص من التعصب للعقيدة والأحكام المسبقة، وهذا يعني خروج الإنسان من سباته العقلي اللي وضع نفسه فيه بنفسه عن طريق استخدام العقل. فالحرية الحقيقية هي عدم ترك الثوابت والقيم، هذا أولا. 2، التحرر من الأفكار الخاطئة.
ثلاثة اختيار الإنسان لنمط عيشه في إطار الاحترام المتبادل. نعم. فأهمية الحرية تكمن في أنها تمكن الأفراد من أن يكونوا أكثر إبداعا وتفوقا في مجالاتهم المهنية والشخصية. ونحن اليوم عندنا صراع ثقافي بين ثقافة علمانية سلبية سميها البابا بنديكتوس، يعني علمانية منفصلة عن الله، منفصلة عن الدين، وبين الثقافة المسيحية اللي هي ثقافة مرتبطة بالله، مرتبطة بمبادئ بقيم. فبالتالي بهالصراع الثقافي منشوف انه الثقافة الحديث اللي بنسميها ثقافة ما بعد وبعد الحديثة عم تستعمل نفس الشعارات الجذابة يلي بتلمس الإنسان وبتدعي، يعني بتدعي للإنسان، بتعرض على الإنسان السعادة، معنى وجود، فرح. مثلا بعطي مثال كتير بسيط، مثلا اليوم شعار مساواة، شعار الحب الحر، شعار الحرية، شعار الأخوة، بياخدوا نفس الشعار، نفس الكلمات، ولكن بيعطوها معنى تاني، يعني بيعطوها تفسيرات مختلفة، تفسيرات تغوي هالناس لحتى تجذبهم لها ويتبنوها ويعيشوا فيها. فبالتالي نحن بالمقابل عندنا كلمة مساواة، عندنا كلمة حب، عندنا كلمة حرية، عندنا كلمة أخوة، عندنا كلمة تضامن. حتى الكلمات التقليدية اللي بنعرفها الديمقراطية بالأمور السياسية كلهم عم يستعملوا نفس الكلمات بهي الثقافة، ولكن بيعطوها معاني أخرى. مشان هيك كيف بدنا نواجه؟ بدنا نواجه نحن مشكلتنا، نحن عندنا ما عندنا ثقافة مسيحية، يعني شعبنا بينقصوا تسقيف مسيحي، يعني بينقصوا يعرف إذا بدكم تعليم الكنيسة بكل هالأمور الحياتية اليومية اللي هو بقلبه. الحرية الإنسانية هي واحدة من أكبر القضايا الفلسفية واللاهوتية على مدى تاريخ البشرية كلها، وتم تناولها من أكثر من جانب إلى ما وصلنا إليه اليوم، وهي حرية الفرد المطلقة، وأن الفرد وخياراته صارت هي المرجعية للاعتناق الفكر أو الإيمان أو السلوك الشخصي. وهذا تلخص في فكرة النسبية أو النسبوية اللي تحدث عنها الأبونا. نعم. وكان قد سبقنا إليها البابا بنديكتوس السادس عشر الراحل، وكرس جزء كبير من وقته وتعليم إلى هذا الموضوع. ولكن قبل ذلك أيضا، هذا التغير بالحضارة والثقافة والفكر، كان المجمع المسكون الفاتيكان الثاني قد نبه إليه ولاحظ أنه في تغير في حياة الإنسان، وأنه صار هنالك فصل بين الإيمان والحياة. وقالت قال الدستور فرح ورجاء في 43 أنه هذا الفصل العقلي ثم العملي هو واحد من أكبر شرور العالم اليوم. نعم. وبولس السادس عاد ذلك. ولكن مؤخرا بعد ذلك بثلاثين سنة، سنة 93، أصدر البابا القديس يوحنا بولس الثاني واحدة من أقوى الرسائل البابوية اللي ناقشت هذه القضية الأخلاقية، وفيها حرية الإنسان أمام التحديات العصرية، اللي كان اسمها فيريتاتيس سبلندر، تألق الحقيقة أو روعة الحقيقة. وفيها توقف على بعض الأمور أمام هذا التغيرات الأخلاقية والنظرة النسبية للعالم اليوم، للإنسان العاصر، ودور الكنيسة
اللي حكيته عنه كمان شوي لازم نحكيها، دور سلطة الكنيسة التعليمية الأخلاقية وحرية الإنسان، القانون الإلهي والقانون الطبيعي.